سمعوا يا روحي، لك يا سمعوا انت دخيل قلبك، لك يقبرني هالوش. اها، ما عم صدق عيوني، والله عم بتضحك بوشي. وقف يلا، ليش ما عم تشتغل؟ خلص شحنه يا فتون. فتون اركدي، سمع عم بتضحك بوشي. يلا فتون. لك شو صار؟ صاير شي لسمعه جان؟ لك لا لا، مو صاير له شي، سمعه اول مرة بتضحك بوشي. جان، معقول عيطت هيك لأنه سمعه ابتسم لك؟ ما انك شايفه نايم سابع نومي؟ لك هو ما ابتسم لي، ضحك لي فتون، وضحكته كتير حلوة كمان. من خوفي طلعت من الدوش فورا، مو معقول. ما طلعت فيها يا أزعر، كانوا عيونك مغمضين. برافو عليك، برافو، ما شاء الله عليك، وما شاء الله عليها وعلى بياضة، شي بجنن. سمعوا سمعوا، يلا نام حبيبي نام. مين هذا الغليظ اللي جاينا هلأ؟ إجانا ضيوف يا سمعوا، تعال نشوف مين. بس يلا استنى. جان، مراد، أهلين وسهلين. مراد كيفك؟ منيح، وأنتي؟ منيحة، أنا لازم حضر للببروني. طيب، ليكي فتون، جبت لك معي شوية أغراض، قلت لحالي بتكوني مشغولة وما صح لك تنزلي تجيبي. شكراً كتير إلك مراد، كلك ذوق، عذبت حالك. ليكي فتون، أنا من شوي ما شفت شي وحياتك. يا فتون، سمعوا كمان ما شاف شي. سكوت جان، عيب، سكر على هالموضوع، ما تضل تعيد وتفتق بنفس القصة، عيب عليك. بشرفك فتون. يا فتون، خير؟ اسمعي، شو الكريم اللي بتستخدمي لبشرتك؟ عفوا، عم تحكي معي شي؟ كيفك، شو عامل؟ أنا منيح مثل ما أنا فتون. لما شفتك تعبانة هداك اليوم، ولما قلتيلي إنكن عم تدوروا على حدا بيقرب ليزا، أنا رحت وسألت بطريقتي وقدرت أوصل لحدا بيقربها، يعني لقيت عمت ليزا. بصراحة معلوماتك قديمة كتير مراد، لأنه خلص تعرفنا عليها. إجت مبارح لعنا لحتى تشوف الولد. كيف يعني؟ إجت لهون؟ إيه؟ تفاجأت؟ عامل حالك ما بتعرف؟ مو أنت اللي عطيه العنوان؟ احكي جان. فتون، إذا بتريدي بدياكي تطلعي على هذا الملف. شو هدول؟ معلومات طلبتهم من الشباب بشركتنا، كل شي بخص عمتها لليزا موجود بهذا الملف. والله أنت مثل المحققين يا مراد. المفتش كاتجت، برافو. فتون، هي موظفة ببنك وإلى اسمها، دارسة جامعة وما تزوجت أبدا، ووضع المادي منيح. يعني إذا بدك رأيي، عطي الولد لهي الست من غير ما تترددي. برأيي فيها تتحمل مسؤولية الولد ودخل المادي ماشي حاله. وأخيرا تكلمت السيدة التي ترك جان تيكين عقد قرانه في منتصفه بسبب حبه لها. شو هالمسخرة هي؟ جان تيكين الذي ترك حفل عقد قرانه على زوجته السابقة فتون، الآن في انتظار مولود جديد من حبيبته رفيف. شو صار لك جان؟ لا ولا شيء أبدا. شو صار؟ شو في بالجريدة؟ شو مخبيهات لشو؟ شو بده يكون فيها فتون؟ خلاص قلت لك ما في شيء، خلاص أنا رح حل الموضوع وكذب الخبر، أنت لا تشغلي بالك بهالقصة نهائيا، ما في شيء. لك هات خليني أقرأ شو كاتبي. مع الولد اللي جاي، حبي أنا وجان زاد وكأنه بلشت علاقتنا من أول وجديد. أحلى شعور بالدنيا هو شعور الأمومة، وخصوصي لما يكون جنبنا الإنسان اللي منحبه ويلي منثق فيه ومنأمنه. فتون بكفي، ما تكمل قرايه. مو كل يوم بينذكر الواحد بالجرايد، بس دقيقة. بعد الخلاف اللي صار بيناتنا وهو مشكلة عادية، راح لعن فتون ليتزوجها.
بس عارف بسرعة إنه هو غلطان وعمل كل هالشي بس لحتى يجاكرني مو أكتر. حلو كتير جان، حلو كتير. شوفك. مع السلامة. منحكي بعدين. ولا يهمك. وبدي اياكي ما تضايقي حالك بسبب هاي المقالة، ماشي؟ مراد، شو رأيك نطلع نتعشى سوا؟ متأكدة؟ طبعاً متأكدة، يعني لو ماني متأكدة بسألك، يعني طبعاً إذا ما كنت مشغول. لا منروح، ما في مشكلة، ما عندي شيء. تمام، معناتها بشوفك المساء اليوم. جان رح يضل عند البيبي لأرجع معه. شو؟ لا مستحيل. لك أنا مستحيل ضل عند الولد لحالي، أنا ما بعرف شو بيصير معي، ما بتزبط. يا الله دخيلك، بعدين بركي فاق بالليل وبكي، أنا شو بدي ساوي؟ خلص مراد لا تاكل هم، بشوفك المساء. الله معك، باي باي. شو انت جنيتي على الاخر يعني؟ كيف بدي دير بالي على الولد لحالي انا؟ كيف بدي دير بالي؟ اذا مانك اكلي همي كلي همه لسمعه، بعدين انت ما بتعرفي انا قديشني واحد مهمل ومفزلك وشايف حالي، ومن هذا الحكي يا فتون، كيف بدك تتركيني انا والولد لحالنا؟ كيف يعني كيف؟ جان ما تكسر ايدك وتشحد عليها، مفكر اذا سويت هيك رح اشفق عليك؟ اذا صار شي بتتصل فيني، واذا ما رديت بتتصل بامك، واذا ما ردت امك دق لها رفيف. ما في حدا بالدنيا ممكن يساعدك اكثر من رفيف اللي عايشه عواطف الامومه، بالوقت اللي كل الدنيا سمعت بعلاقتكم وعم يحكوا فيه وما لهم سيره غيرها. بتديروا بالكم على الصبي مع بعض، تتمرنوا. لك يا فتون، انا بشو بدي احلف لك انه قصه المقال ما كان عندي اي علم فيها، يعني انا مالي علاقه فيها لا من قريب ولا من بعيد، بشو بدي احلف لك؟ صدقيني. دقيقة، أنا رح أروح فوراً وحل هذا الموضوع، ماشي؟ وبتشوفي، أنا بورجيكي، رح أروح، ماشي؟ رح أروح حل الموضوع، ها؟ فهمتي؟ بس لو سمحتي يا ريت تلغيلي قصة العشاء، يعني يلا جان، يلا رح أروح، رح حل الموضوع. يلا جان رح يحله، ليش أنت لليوم؟ شو المشكلة اللي حليتها بحياتك؟ يا الله دخيلك، أنا ما كان ناقصني غير قصة الجريدة والمقالة، أوف! بعدين منين طلعوا لي بقصة العشاء هي؟ مو ناقصني إلا مراد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.